je me rappelle très bien de mon premier vol sur petit avion, c'était un avion TB20. C'était pendant le concours de l'École nationale des pilotes de ligne. C'est vrai qu'au départ, je me disais, bon, ça va être difficile, je vais avoir peur, je ne sais pas comment, parce que j'ai jamais pris l'avion auparavant. Mais là, après décollage avec mon... أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن أول عرض اقتصادي لهذا الأسبوع. اختتمت بمراكش أشغال النسخة الرابعة لمنتدى حوارات الأطلسية الذي ناقش هذه السنة قضايا ترتبط بالقارة الإفريقية من قبيل تحقيق الازدهار والقيام بثورة خضراء مستدامة بالقارة وطرق تعبئة التمويلات اللازمة لتنمية مختلف القطاعات. ويهدف هذا المنتدى الذي نظم من قبل مركز سياسة بوليسي سنتر التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات وهيئة مارشال فايد الأمريكية تحت رعاية الملكية إلى توفير تربة خصبة للحوار والتفكير والمبادرة الجماعية من أجل إيجاد حلول لمختلف قضايا البلدان المطلة على المحيط الأطلسي. بعثت قناة شوف تيفي إلى مراكش والتفاصيل. تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، نظم مركز الدراسات التابع للمكتب الشريف للفوسفات من الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر وفاتح نوفمبر الجاري بمدينة مراكش أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الحوارات الأطلنطية، وشكل موضوع الثورة الفلاحية وسبل تمويلها وتأثير التقدم التكنولوجي في نمو الناتج الداخلي الخام بدول القارة السمراء محور انشغالات خبراء ومختصين من 58 دولة عبر العالم. وهذا كان مناسبة لمناقشة قضايا تتعلق بالازدهار ولكن كذلك الأمن، خصوصا في فضاءات مثل الفضاء الإفريقي، غرب الإفريقي، الفضاء الأطلسي، فضاء مثلا المجاور للصحراء الكبرى. فالمغرب يلعب دور مهم جدا من ناحية إثبات أو تثبيت هذا الازدهار، خصوصا الاستثمارات التي تتدفق من المغرب إلى إفريقيا، التعاون الموجود بين المغرب وبين دول أخرى. Cette séance était sur la sécurité, le futur de la sécurité. Donc évidemment, nous avons analysé la complexité du phénomène et la diversité des menaces qui pèsent sur la région en général. Et bien entendu, ça a été dominé par la problématique de la Syrie. Il y a eu beaucoup d'interrogations aussi sur l'intervention en Libye et le problème de la Libye à l'heure actuelle qui s'entre-déchire. De la grande région atlantique, qui a une approche intéressante, c'est qu'elle place la grande région atlantique sur وفي أعقاب هذه التظاهرة التي أخذ المكتب الشريف للفوسفات بادرة تنظيمها، أشاد المشاركون بالنموذج المغربي والدور المهم الذي يلعبه لتثبيت الازدهار على المستوى الإفريقي، خصوصا أن اندماجه الاقتصادي حقق نسبة 2% من الناتج الداخلي بدول المغرب العربي، فيما حذر قادة المغاربة المجتمع الدولي من فقدان الاهتمام بشمال إفريقيا في ظل الأزمات الراهنة. وفي المقابل دعا المكتب الشريف للفوسفات الدول الإفريقية إلى وضع يد في يد لتقديم حلول ناجعة لمشكل الأمن الغذائي وتكثيف التعاون والجهود بين القادة الشباب بدول المنطقة لخلق أرضية ماكرو اقتصادية صالحة للاندماج ومواجهة تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة والتأثير السلبي للمناخ وكذا إغلاق الحدود. لكن هناك تحديات كبرى مطروحة على المجموعات، خصوصا على يعني على إفريقيا وعلى دول المنطقة، تحديات تتمثل في الإرهاب، تحديات تتمثل في الجريمة المنظمة، تحديات تتمثل كذلك في التأثير السلبي الذي للمناخ وللتغيرات المناخ على كثير من الدول، وكذلك المسائل المتعلقة كذلك بإغلاق الحدود وعدم الاندماج الاقتصادي. Évidemment, c'est compliqué la sécurité parce que pour moi, je tient impérativement à la sécurité d'abord humaine. Donc la relation très forte entre le développement et la sécurité est pour moi un point fondamental. Et bien entendu, j'ai dit un mot sur la sécurité globale et l'approche globale de notre stratégie au Maroc qui lie
justement le côté économique, le côté social et bien entendu la lutte contre l'extrémisme pour promouvoir l'islam modéré, apaisé et surtout, surtout, j'ai beaucoup centré sur la problématique des jeunes et l'importance de nous occuper de nos jeunes qui sont le futur de ce pays. بهذا يكون المكتب الشريف للفوسفات قد أخذ بادرة التعريف والترويج للمغرب وإفريقيا على المستوى الدولي بتعاون مع مراكز أخرى بالسنغال وساحل العاج وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وغيرها من دول الصحراء الكبرى ومنها المغرب، إذ لا ينقصها شيء لاستقطاب استثمارات أوروبية. في موضوع آخر، توجت الجهود التي بذلتها مجموعة المعهد العالي تجارة وإدارة المقاولات على مدى سنتين ونصف بنيلها لشهادة إيزو نفمي الآ صيغة 2008، وذلك اعترافا بجودة التدبير الإداري والتكوين البيداغوجي بشقيه الأكاديمي والمستمر. وأكد محمد موفق المدير العام لمجموعة المعهد في تصريح صحفي على هامش حفل تتويج المقام اليوم بدار البيضاء أن هذه الشهادة ثمرة استراتيجية طموحة اعتمدت المجموعة على مدى 4 سنوات، وذلك بهدف تحسين ظروف العمل مع التأكيد على عامل الجودة في مختلف تجلياتها. في موضوع آخر، ينظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعد غد بسخيرات منتداه الأول للأعمال لمنطقة جنوب شرق المتوسط. وذكر بلاغ للبنك نشر اليوم بالعاصمة البريطانية أن المنتدى الذي ينظم تحت شعار تحرير الإمكانيات سيبحث الوضع الاقتصادي بالمغرب وتونس ومصر والأردن. وأضاف المصدر أن هذا اللقاء سينظم بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى أن هذا المنتدى الأول سيشارك فيه مسؤولون حكوميون ومستثمرون ورجال أعمال بهدف استكشاف فرص الاستثمار الأعمال المتاحة بالمنطقة. أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اليوم أن أسعار مكالمات الهاتف المتنقل قياسا على العائد المتوسط للدقيقة سجلت انخفاضا سنويا يقدر بنسبة 15% عند نهاية شهر شتنبر الماضي. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة دار البيضاء التي أغلقت جلسة الاثنين على إيقاع تباين بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماديكس. الأول سجل 0.3% والثاني سجل نقص 0.6%. وبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 9084.32 نقطة، في حين بلغ الماديكس وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة باستمرار في البورصة 7394.52 نقطة. بهذا نكون وصلنا إياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.